اهلا ومرحبا من جديد على قناة الموضة والازياء اربي فاشن موديل مع فيديو جديد للعارضة الامريكية ايميلي. تعتبر عروض الازياء فنا من الفنون المنتشرة حاليا بكثرة، وقد اصبح هناك اناس مختصون بمثل هذه العروض، خصوصا ان عروض الازياء لم تعد تقتصر على الفتيات والعارضات الاناث فقط، بل هناك ايضا عروض ازياء خاصة بالشباب ومثلها ايضا خاصة بالاطفال. لكن عروض الازياء الخاصة بالفتيات هي العنصر الغالب في هذا المجال، ولهذا توجد في جميع انحاء العالم اعداد كبيرة من عارضات الازياء اللواتي يتمتعن بصفات عدة من ناحية الشكل والهيئة تجعلهن قادرات على اظهار الازياء التي يعرضنها في اجمل صورة لاجل تشجيع الفتيات والنساء على اقتنائها. عملا ان هناك اكثر من مجال لعرض الازياء، فبعض العارضات مخصصات بملابس الكاجوال وبعضهم بعرض فساتين زفاف. وهناك شروط متعددة يجب ان تتوفر في كل عارضة ازياء كي تتمكن من اداء دورها المطلوب على الشكل الامثل وتحقيق الهدف من عرض الازياء. ومن اهم الشروط التي يجب ان تتوفر في عارضة الازياء هي ان تحرص على تناول الطعام المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمحافظة على شكلها وقوامها وبشرتها، وان تحرص على الابتعاد عن المأكولات والمشروبات التي تسبب تراكم الدهون خصوصا في منطقة البطن مثل المشروبات الغازية والكحول، والإكثار من شرب المياه للحفاظ على بشرة نقية ومشرقة.